الله، ده تاي لاين فور ثري كومبوننت سيستم. وياكم محدثتكم مدرس مساعد هبة صباح باشتراك مع زميلتي مدرس زينة داود. Ternary system with one pair of partially miscible liquids. شنو معنى ternary system؟ يعني السيستم يتكون من 3 component with one pair of partially miscible liquid. معناته عندنا 2 liquids حيكونون partially miscible with each other. راح نفهم هسه شنو معنى هذه الجملة، شنو تفسيرها. Water and benzene are miscible only to a slight extreme. So mixture of the two usually produces two-phase system. The lower layer consists of water saturated with benzene, while the lighter phase, the upper, consists of benzene saturated with water. يعني إذا كان عندنا water and benzene are miscible only to a slight extremes. يعني المسيبلتي اللي بيناتهم كلش كلش قليلة. ف من نخبط الواتر مع البنزين ايش راح يصير؟ راح تنفصل الى طبقتين. الطبقه اللور لاير راح تتكون من الواتر، والابر لاير حتكون البنزين. ليش؟ لان البنزين الدنسيتي مالته اقل من الواتر. فاذا اللور لاير حنقول هي ووتر ساتوريتد وذ بنزين، يعني بيها جزء قليل من البنزين. نفس فكره شلون من اخذنا الفينول والواتر، بس هنا نبدا يعطي مثال على البنزين والووتر. فطبقة العليا حتكون طبقة البنزين لأن هي تكون أخف وبها كمية قليلة من الووتر، واللور لاير حتكون طبقة الووتر اللي بها كمية قليلة من البنزين. On the other hand, alcohol is completely miscible with both benzene and water. It is expected, therefore, that the addition of sufficient alcohol to two-phase of water and benzene will produce single-phase system, in which all the three components are miscible. يعني الفكرة إذا كان عندنا two liquids المسبلتي بيناتهم كلش قليلة، اللي هي أخذنا المثال البنزين and water. بإضافة الكحول، إذا راح نضيف الكحول، الكحول هو ميسبل ويا الواتر وميسبل ويا البنزين. فإضافة مادة ثالثة تكون ذوبانيتها عالية بالمادتين حيحول لي السيستم من 2-phase إلى 1-phase system، يعني كأنما راح يذوب المادتين مع بعض فنحصل على one phase system. It might helpful to consider alcohol as acting in manner comparable to that of temperature in binary system of phenol and water. مثل ما أخذنا بالمختبرات السابقة، من أخذنا two phases system اللي هو مثال عليه كان الفينول مع الواتر، قلنا التمبريتشر إلها تأثير على الفينول أند واتر، وذكرنا كلما زادت درجة الحرارة راح يتحول عندي السيستم من 2 فيز إلى 1 فيز. نفس مبدأ تأثير التمبريتشر على الباينري سيستم اللي نقصد بـ 2 فيز سيستم، تأثير الكحول حيصير على السيستم اللي يتكون من بنزين أند واتر راح يشتغل بنفس الطريقة ونفس التأثير، يعني كأنما فت الكحول ده تشتغل نفس تأثير درجة الحرارة وده تحول السيستم من 2 فيز إلى 1 فيز سيستم. لكن هسه نشوف شنو بالتفصيل شلون الميكانيزم اللي ده يشتغل بيها الكحول وده يغير لي سيستم من 2 فيز الى 1 فيز. I
as heat used to break the cohesive forces. هسه راح ندرس في البداية شنو تأثير كان temperature بالتو phase system، شلون حولت إياه إلى one phase system، شلون زيدت المسابيلتي. As heat used to break the cohesive forces between molecules, miscibility increase until one phase result. يعني درجة الحرارة راح تكسر الكوهيسيف فورسز اللي هي الفورسز اللي تربط ما بين اللايك مولكيولز ما بين الجزيئات المتشابهة. من راح تكسر الأواصر بين الجزيئات المتشابهة راح تسمح للمادة انه تكون أواصر مع الجزيئات الغير متشابهة، الجزيئات الكومبوننت الثاني، فبالنتيجة راح تزيد المسابيلتي. The addition of alcohol to benzene water mixture achieves the same but by different means. In this case, alcohol serves as intermediate polar solvent that shifts the electric equilibrium of the dramatically opposite highly polar water and non-polar benzene. So alcohol راح تشتغل قلنا نفس مبدأ زيادة درجة الحرارة بالتو فيز سيستم، لكن temperature effect. Alcohol serves as intermediate polar solvent. إذا هو راح الواتر عندنا polarity عالية. البنزين non-polar. فاللي حيسوي الكحول راح يقلل البولاريتي اوف ووتر، حيزيد البولاريتي اوف بنزين، حيسوي شيفت بالالكتريك اكوليبريم، فبالنتيجه حيؤدي الى سولفيشن، بروفايد سولفيشن، يعني حيخلي السيستم يتحول من تو فيز الى ون فيز بهذه الطريقه. هذا السلايد راح يبين الفرق ما بين تأثير درجة الحرارة بالتو كومبوننت وتأثير إضافة الكحول بالثري كومبوننت سيستم. مثل ما تلاحظون بالتو كومبوننت سيستم هيت انكريز بالبداية درجة الحرارة راح تزداد سيؤدي إلى بريك ذا كوهيسيف بونز انكريز ذا ميسابيلتي اند ريزلت ان وان فيز سيستم. هاي الستبس تأثير درجة الحرارة على التو فيز سيستم، بينما بالثري كومبوننت سيستم إضافة الكحول قلنا تأثيرها يسموه solvent effect. من أضيف كحول إلى سيستم يتكون من water and benzene حيسوي provide solvation يعني solubilize the mixture and form one phase system. تأثير solvent effect. شنو معنى adhesive forces وشنو معنى cohesive forces؟ الأديسيف مين force between alike molecules يعني ما بين الجزيئات الغير متشابهة. إذا تلاحظون هنا خلي لكم إياه باللون الأحمر الـ A مال أديسيف والـ A ما بين إليها. الكوهيسيف مين force between like molecules ما بين الجزيئات المتشابهة. بس نجي على التاي لاين with binodal curve of three component system. The tie line with the binodal are not necessarily parallel to one another or to the baseline as in binary system. In fact, the direction of the tie line are related to the shape of the third component, alcohol, for example, and the other two components. يعني ال tie line وال binodal curve of a three component system بعد ما نرسمه ونحدد ال tie line مو شرط يكون احنا قلنا من ضمن ال property of tie line بالنسبة للباينري سيستم اللي هو two phase system اللي قلناه بالفينول اند واتر. أول property خاصة به هي أن يكون parallel to the baseline، بينما إحنا بالثري component مو شرط ممكن يكون التاي لاين بالثري component parallel to the base parallel. هذا راح يعتمد على ال direction of the tie line is related to the shape of binodal curve. راح يعتمد على shape of binodal curve، راح يعتمد بشكل أساسي المادة الثالثة اللي أنا دا أضيفها حتى تذوب لي التو كومبوننت الموجودة بالسيستم، راح يعتمد على solubility of the third component and the other two component. يعني هنا الكحول إذا ذوبانيته بالماء وبالبنزين متساوية فالتاي لاين راح يطلع لي موازي parallel to the baseline. إذا كانت ذوبانية الكحول متساوية عند يذوب بكميات متساوية بالووتر وبالبنزين، لكن إذا ذوبانية الكحول تختلف بين الووتر والبنزين راح يطلع عندي التاي لاين غير موازي للبيز لاين.
when the added component act equally on the other two components to bring them into solution. يعني فقط في هذه الحالة إذا قلنا third component act equally on the other two components to bring them into solution, the binodal perfectly symmetrical and the tie line run parallel to the base line. إذا بها حالة يكون التاي لاين parallel to the base line والفاينودال يكون عندي رسمة symmetrical في حال إذا كان الثيرد كومبوننت act equally on the other two components to bring them into solution. Now the properties of tie line of three component system. Number one, any system prepared along the tie line both give rise to phase having a constant composition. أيضا system على طول التاي لاين راح يعطيني two phase system, two conjugated phase مثل ما ذكرنا بالمختبر السابق. Number two, the relative amount by weight of two conjugate phase will depend on the position of the original system along the tie line. يعني نقطة مهمة إنه السيستم الأساسي من راح أحضره من راح أحضر السيستم الأساسي لازم النقطة اللي خاصة بتركيز مثلا احنا من اخذنا الواتر والبنزين اند الكحول من حضرت هذا الميكستشر نقطة التراكيز الخاصة بهم الثلاثة اللي حضرتها بالبداية لازم تقع على التاي لاين. اذا عندنا هاي الترو بروبرتيز الخاصة بالثري كومبوننت سيستم بالتالي tie line of a three component system. Now materials and equipment. بالنسبة للشغل التجربة HIC acetic acid and CHCl3 chlorophore ونرمالية NaOH solution phenolphthalein indicator بيوريت separatory phenol conical flux اللي أخذناه بالمختبر السابق اللي هو من درسنا الـ three component system الواتر كان والاسيتيك اسيد والكلوروفار. هنا راح نكمل الشغل مالته حتى ان نشوف شلون نقدر نرسم التاي لاين، شلون راح نقدر نرسم التاي لاين. من المختبر السابق التراكيز اللي اخذناها المختلفه هاي راح تعطينا نقاط مختلفه على التراينجولار جراف بيبر، من عندها راح نرسم الباينودال كيرف. من الشغل مالت اليوم اللي هو ويا من حنسوي تايبيشن ويا NaOH وحنعرف شنو التفاصيل راح يعطيني نقطتين من عندها راح نقدر نرسم التاي لاين. Procedure in a small separatory phenol prepare 50 gram of a mixture having composition giving rise to a two phase system 4 gram H2O. إذا بالبداية راح أحضر 50 جرام هذا التوتال ويت. 50 جرام شي يشمل 4 جرامات من الـ HAC، 16 جرام من الكلوروفورم، 30 جرام من الواتر. بما أنه إحنا بالمختبر عندنا هاي المواد هي بشكل سوائل، إذا شنو لازم نسوي؟ نحول الأوزان إلى كومبوننت. هذا كشغل حتى أعرف أنا إيش قد يعني أحسب إيش قد عدد الملات اللي راح أسحبها HAC. هي نفسها تساوي 4 عمل من الـ HAC، ليش؟ لأنه الـ specific gravity of acetic acid تقريبا الـ specific gravity of chloroform اللي هي 1.4 حتى نطلع الحجم اللي نسحبه من الكلوروفورم. 30 جرام of water نقسمها على 1 إذا 30 مل من الواتر. حضرت الميكستشر مالتي سحبت الحجوم. راح نخليها هسه بسابريتاري فينال. بالسلايد القادم راح أرويكم الخطوات بالتفصيل. بعد ما نخليها بسبريتاري فينال سبريت ايتش لاير انتو تو كونيكال فلاسك راح تنفصل عندي طبقتين لان الكلوروفورم والواتر ما يمتزجون مع بعض فحصير عندنا طبقه اكويس وطبقه كلوروفورم.
و 10 جرام فور ايتش لاير، يعني كل طبقه من راح افصلها راح اوزن على الميزان، اخلي الكونيكال فلاسك او البيكر اصفره واوزن بيه. اوزن اول شيء بالبيكر، اوزن 10 جرامات، بعدين هاي ال10 جرامات اخليها بكونيكال فلاسك. ليش؟ لانه عندي تايتريشن، تايتريت اتش لاير وذ ستاندرد والنورماليه ان اي او اس سوليوشن باستخدام الفينوفثالين از انديكيتر ذا اند بوينت فروم كولرليس تو بينك. راح ناخذ الكونيكال فلاسك نضيف له قطرتين من الفينوفثالين انديكيتر، نسوي التايتريشن with one normally NaOH. ال end point من راح يتحول عندي solution من colorless إلى pink. راح أحسب إيش قد حجم ال NaOH اللي استهلكته بهذا التفاعل. Obtain timeline calculate the percent weight by weight of HAC in each layer and locate the value on the miscibility curve. The straight line joining these points should pass through composition of the two-phase system. راح نفسر هاي النقطة شنو معناتي. أول شيء بما يخص البروسيجر، قلنا إحنا المكستشر راح نحضر 4 مل، راح ناخذ من HAC 11.4 مل من كلوروفور، لأن قسمنا ال 16 جرام على 1.4 و 30 مل من الواتر. المكستشر اللي حضرناه راح نخليه بسبريتاري فنر، هذا هو السبريتاري فنر. راح ينفصل عندي طبقتين، طبقة الكلوروفورميك لاير حتكون هي اللور لاير، ليش؟ لأنه الدنسيتي مال الكلوروفورم أعلى أكثر من الدنسيتي أوف ووتر، وطبقة الأكويس لاير راح تكون نحو الأعلى اللي هي الأقل لاير. المبدأ شنو هنا؟ إحنا الأسيتيك أسيد يذوب بالماء ويذوب بالكلوروفورم، إذا من أضيف أني الأسيتيك أسيد، من دا أضيف الأسيتيك أسيد مع الووتر والكلوروفورم، إذا جزء منه راح يذوب بالواتر وجزء منه راح يذوب بالكلوروفور، اذا راح يتوزع ما بين الطبقتين. هنا احنا نريد نحسب ايش قد كميه الاسيتيك اسيد اللي ذابت بالماء وايش قد كميه الاسيتيك اسيد اللي ذابت بالكلوروفور حتى اقدر اطلع التاي لاين. راح افصل الطبقتين، طبعا اول شيء راح اخذ طبقه الكلوروفورم لاير اللي هي اللور لاير، شنو حيكون موجود بيها؟ كلوروفور زائد اسيتيك اسيد، اخليها بكونيكال فلاسك. بعدين الابر لاير اللي هي تشمل الووتر مع الاسيتيك اسيد هي حتكون الابر لاير، اخليها بكونيكال فلاسك ثاني. راح نوزن 10 جرامات، يعني نصفر الميزان ونصفر البيكر على الميزان ونضيف لحد ما نوصل 10 جرامات. بعد ما وزننا 10 جرامات ارجعها بالكونيكال فلاسك اسوي تايتريشن. ما دام عندي التايتريشن لازم استخدم انديكيتر. الانديكيتر شنو هو؟ هو اما ويك اسيد او ويك بيز. يتغير الكالر مالته من يتغير الـ pH of the media. إذا راح أضيف قطرتين فينوفثالين إنديكيتر، على فرض هسه بالبداية سوينا تايتريشن للـ upper layer اللي هي تشمل لي الـ water زائد HAC. هنسوي تايتريشن من هنا بالبيوريت، هي ستاندرد سوليوشن اللي هو 1 نورمالية NaOH. راح ابدي اقطر مع السوليوشن اللي عندي دروب باي دروب، طبعا اللون يبدي يتغير بهالشكل، هذا يصير وردي. الماء يثبت اللون على اللون الوردي، اوقف التايتريشن. راح احسب ايش قد حجم ال NaOH اللي استهلكته بهذا التفاعل. طبعا هو هنا ايش يصير التفاعل بين من وبين من؟ بين ال HAC اللي موجود طبقة هنا الأكويس لاير مع منه؟ مع ال NaOH، يعني الحامض مع القاعدة. نفس العملية نعيدها بالنسبة لللور اللي هي الكلوروفورميك لاير، شنو موجود بها طبقة الكلوروفورم؟ هي كلوروفورميك لاير بها كلوروفورم زائد HAC. هم حنسوي التايتريشن، أيضا يصير تفاعل بين ال HAC وبين ال NaOH، وال end point أيضا حتكون هو يتحول السوليوشن من colorless إلى pink، يتوقف التفاعل.
إذا عندنا المبدأ هنا التايتريشن حتى نحسب الكيميكال فاكتور هو التفاعل ده يصير ما بين الـ NaOH وما بين الـ HAC، وإحنا الهدف نريد نحسب إيش قد كمية الـ HAC بالـ Aqueous Layer وإيش قد كمية الـ HAC بالـ Chloroformic Layer. من هاي الحسابات راح أحصل على نقطتين أعينها على ورقة المثلث ومن عندها أقدر أرسم التايلاين. الحسابات واشتقاق الكيميكال فاكتور HAC اللي هو الأسيتيك أسيد تتفاعل مع الـ NaOH كون لنا NaAC زائد H2O water. كيميكال فاكتور هذا الاشتقاق مضافه 1 مولكولر ويت اوف NaOH. احنا هنا استخدمنا نورمالية مالت الـ NaOH، إذا 1 equivalent weight of HAC يكافئ لي 1 equivalent weight of NaOH. الـ equivalent weight of HAC شو تساوينا؟ قلنا الـ equivalent weight قانونها يساوي الـ molecular weight على البالانس، فالـ molecular weight of HAC نعوض عنها بـ 60 تكافئني 1 equivalent weight of NaOH. بنريد نعوض بالقانون مال النورمالية باللتر، فيعني 1000 مول الـ 60 يكافئ لي 1000 مول of 1 نورمالية NaOH. احنا لازم حسب اشتقاق الكيميكال فاكتور لازم نكافئ الماده مع 1 مول، 1 مول من 1 نورماليه من الماده. فاذا هنا 60 راح اقسم الطرفين على الف، ف 60 على الف يساوي 1 مول اوف 1 نورماليه NaOH. لازم هاي ال 1000 مول اتخلص من عندها ال 1000 حتى يعني احول من 1000 مول الى 1 مول. فاذا اقسم الطرفين على الف فيساوي 60 تقسيم ألف يساوي 1 مول من 1 نورمالية NaOH. لهنا اشتقاق الكيميكال فاكتور بالنسبة لشغلنا وقف، لكن إذا مثلا أنا استخدمت غير نورمالية من الـ NaOH، يعني بغير تجارب راح تستخدمون مثلا 2 نورمالية 3 نورمالية، لازم أوصل للنورمالية اللي أنا اشتغلتها بحيث أضرب الطرفين المعادلة بالنورمالية اللي أنا اشتغلتها. مثلا إذا 2 نورمال أضرب الـ 60 هنا في 2 وهذا طرف في 2 حتى يصير 1 مول من 2 نورمالية. المهم هاي إذا مثلا النورمالية متغيرة. هسه بالنسبة لشغلنا احنا عندنا 1 نورمالية استخدمنا NaOH، إذا بس مجرد أقسم الطرفين على ألف حتى أحول الألف مول إلى 1 مول. إذا صار عندنا each 1 مول of 1 نورمالية NaOH is equivalent to 0.06 جرام. إذا هذا هو الكيميكال فاكتور. This is the chemical factor اللي هو شنو تعريفه؟ It is the number of grams of substance which is equivalent to 1 mole of standard solution. إذا لازم أوصل إلى 1 mole من الـ standard solution. الـ chemical factor شنو فائدته؟ راح أستخدمه بالحسابات. أنا طلعت هسه 2 end point في البداية من اشتغلت على الـ aqueous layer، حسبت إيش قد الـ NaOH اللي نزلته واللي تفاعل وياه، هذه نسميها end point رقم 1. راح اضربها بالكيميكال فاكتور حتى اطلع عدد جرامات ال HAC بالعشر جرامات. هاي العشر جرامات شنو هي؟ الطبقه اللي وزنتها بدايه الشغل، لان انا ما اخذت كل الكميه، انا اخذت فقط 10 جرامات من كل طبقه. فاذا التوتال ويت اللي انا اشتغلت عليه هنا هو 10 جرامات، فاذا اضرب الاند بوينت في الكيميكال فاكتور حيساوي عدد جرامات ال HAC بالعشر جرامات. هاي بالنسبة للأكويس لاير. إنت بوينت رقم 2 اللي هي اللي من عندنا الشغل بالكلوروفورمك لاير، أيضا همين حسبنا الإنت بوينت وش قد عدد ملات الـ NaOH اللي اتفاعلت ويا الـ HAC. إذا هاي إنت بوينت رقم 2 في 0.06 طلع عنا وزن الـ HAC بالعشر جرامات من الكلوروفورمك لاير اللي هي اللور لاير. إذا هسه أنا عرفت إيش قد وزن الـ HAC بالـ Aqueous Layer، وعرفت إيش قد وزن الـ HAC بالـ Chloroformic Layer. هنشوف شلون نقدر نطبق الحسابات. قلنا الـ Number of Grams شلون حنقدر نعرف وزن الـ HAC بكل طبقة هو يساوي الـ End Point في عدد مولات الـ NaOH، يعني اللي هي الـ end point اللي نقصد بها عدد مولات الـ NaOH في الـ chemical factor. بالنسبة للـ upper layer شلون راح تصير الحسابات؟ قلنا وزن الـ HAC هنطلع هذا الوزن اللي احنا طلعناه ناتج من ضرب
الـ end point في الـ chemical factor هذا وزن الـ HAC بالعشرة، العشرة اللي أخذناها مال كل طبقة. إذا إيش قد بالمية؟ إيش قد بالمية؟ هنا أنا عدد جرامات، هاي المفروض 10 جرام هنا أنا مو مول. إيش قد بالمية جرام حيصير؟ حتى أطلع نسبة مئوية weight by weight. إذا راح ناخذ نسبة الـ HAC بالبداية بالطبقة الواتر، إذا هو وزن الـ HAC بالعشرة، إيش قد حيصير بالمية حتى أطلعها كنسبة مئوية weight by weight؟ طلعت نسبة الـ HAC، فإذا هي كانت كليتها HAC بالويا الواتر، هو كل السيستم هنا دا نشتغل هنا سيستم الـ HAC مع الماي، إذا هذول two component. يعني إحنا كل طبقة أخذناها تتكون من two component، أما water و HAC أو chloroform و HAC. فهنا طلعت لنا النسبة المئوية بالنسبة للـ HAC. إذا السيستم كله يتكون من 100%، أنا قصها من كم نسبة الـ HAC راح يطلع لي الجد المي. إذا هذا التركيز التركيزين مال الـ HAC والمي أقدر أحددها بنقطة واحدة على المثلث. نقطة وين تصير؟ تصير على الأضلاع. ليش؟ لأن هاي تو كومبوننت. بالنسبة لللور لاير اللي هي كلوروفورم لاير أيضا نفس الشيء. همينة راح نطلع كمية الـ HAC الوزن مالته ناتج من ضرب الـ end point في الـ chemical factor، أطلع الكمية بالعشرة جرام إيش قد بالمية حتى أطلع النسبة المئوية للـ HAC، أطرحها من المية حتطلع لي إيش قد كمية الكلوروفار. هنشوف هسه السلايد القادم تطبيق شلون أطبق الأرقام، نعطي أرقام افتراضية ونشوف شلون نطبق. بالنسبة للـ upper layer، إذا we assume NaOH 25 مل، يعني بالنسبة للـ upper layer إذا فرضنا إنه إحنا من اشتغلنا استهلكنا 25 مول من الـ NaOH، استهلكنا 25 مول من الـ NaOH. إذا هاي 25 مول راح نضربها في الكيميكال فاكتور اللي هو 0.06، نضربها في الكيميكال فاكتور. إذا قلنا إحنا الـ end point بشنو أضربها في الكيميكال فاكتور اللي اشتقيناه، إيش راح يطلع لي؟ حيطلع لي وزن الـ HAC إيش قد بالعشرة جرام اللي وزناها في بداية الشغل. إذا 1.5 جرام طلع لي الرقم ناتج من ضرب 25 في 0.06، 1.5 جرام بالعشرة إيش قد بالمية؟ إذا طلعنا النسبة المئوية هي هاي الـ upper layer اللي هي تشمل الأسيتيك أسيد والواتر، إذا 15% أسيتيك أسيد، إذا إيش قد المتبقي منها؟ المتبقي 85% من الواتر. إذا هذه هسه مو نقطة أقدر أعينها على التاي لاين، أقدر طبعا أعينها 15% عندي أسيتيك أسيد و 85% واتر. شلون قدرت أحسبها؟ بالبداية بالاعتماد على الشغل الـ end point اللي أحسبها من الشغل مالتي أضربها في الكيميكال فاكتور حيطلع لي وزن اللي وزناها بالبداية إيش قد بالمية، راح أسويها نسبة وتناسب راح يطلع لي النسبة المئوية weight by weight للأسيتيك أسيد المن للواتر. إذا هذول التركيزين أقدر من خلالهم أعين نقطة على ورقة المثلث. إلا ولا إذا فرضنا إحنا حسبنا يعني كمية الـ NaOH اللي نزلناها من البيوريت كانت 8.5 مول،
راح اضربها في الكيميكال فاكتور اللي هو 0.06، ايضا مش قد راح يطلع لي 0. ضربنا الاند بوينت في الكيميكال فاكتور، طلعنا وزن ال HAC بالجد بالعشرة، بالعشرة الغرامات الطبقة اللي وزناها. ايش قد بالمية؟ هاي نسبة مئوية. راح نطلع 5% اسيتيك اسيد. هو السيستم كله من شنو ده يتكون؟ اسيتيك اسيد وكلوروفار، ودائما قلنا مجموعة للسيستم هو 100%. اذا 5% من عنده اسيتيك اسيد، اذا 85% من عنده كلوروفار. ايضا هذه نقطة اقدر اعينها على الورقة المثلث. هاي بالنسبة هسه ورقة المثلث قضانا. من الشغل التراكيز المختلفة من المختبر السابق نقدر نرسم الفاينودال كيرف، طلع لي عدة نقاط تشمل هاي النقاط طبعا للثري كومبوننت سيستم، فإذا راح نرسم الفاينودال كيرف. اليوم الشغل مالتنا ده يعتمد فقط انه نريد ارسم داخل الفاينودال. احنا بالبداية اشتغلنا طبقة منه؟ طبقة الكومبوننت، هنا الواتر ويت باي ويت، هنا ال HAC هم يعني ويت باي ويت، وهنا الكلوروفار تشمل الواتر والـ HAC. طلعنا بالحسابات اللي فرضنا انه احنا استخدمناها ال 15% من الاسيتيك اسيد. اذا وين هي تراكيز الاتش اي سي؟ هاي تراكيز الاتش اي. وين ال 15% اسيتيك اسيد؟ 85% من الواتر. اسقط هاي النقطه على الفاينودال كيرف بهالشكل هذا ويا باتجاه موازي طبعا الاضلاع المثلث. سقطت هاي النقطه هنا على الفاينودال كيرف، ثبتت هاي النقطه على الفاينودال كيرف. اجي بعدين الى اللور لاير اللي هو يشمل لي الاتش اي سي والكلوروفار. قلنا انه هي باينري سيستم حتكون، لان بس اتش اي سي وكلوروفورم هاي اللور لاير. من حسبناها على الاسيتيك اسيد 5% والكلوروفورم 95%، فنجي هاي تراكيز منو؟ تراكيز الكلوروفورم. هاي 90، هاي 95، هاي 100%. اذا هنا هاي النقطة راح اعينها على الضلع مال المثلث، لان قلنا هم تو فيزز، ف تو كومبوننت. فمن عين هذه النقطة اللي هي تشمل 95% كلوروفورم و 5% اسيتيك اسيد، ايضا اسقطها باتجاه موازي لهاي الخطوط اللي داخل المثلث على الفاينودال كيرف. بعدين راح اربط ما بين النقطتين اللي موجودة على الفاينودال كيرف، راح ارسم لاين يربط النقطتين. اذا تلاحظون التاي لاين بارلل لو لا؟ لا، it is not parallel to the baseline. ليش؟ لأنه ذوبانية الأسيتيك أسيد بالواتر تختلف عن ذوبانية الأسيتيك أسيد بالكلوروفورم. لهذا الفاينودال كيرف not symmetrical will tie line not parallel to the baseline. نرجع نقطة مهمة حتى نتأكد أنه هذا التاي لاين صحيح، نرجع على التراكيز الأساسية اللي حضرناها. احنا قلنا بالبداية ده ناخذ 4 جرامات HAC، 16 جرام كلوروفورم، 30 جرام ووتر. راح نحولها طبعا، هاي حضرنا 50 جرام، احولها الى 100، الى نسبه مئويه. مثل ما قلنا دائما الاوزان نحولها شلون الى نسبه مئويه؟ الجزء على الكل في 100. فاذا هو توتال 50، يعني مثلا هنا اتش اي سي 4 جرامات، ف 4 تقسيم 50 في 100 حيطلع لنا 8%. 16 تقسيم 50 في 100 32%. 30 تقسيم 50% حيطلع لنا 60%. هاي النقطة اللي هي احنا كل ثلاث تراكيز تعطيني نقطة واحدة، هاي النقطة عينتها بداخل هنا، هاي النقطة اللي رمزت لها اكس سمول عينتها بداخل ورقة المثلث. اريد اشوفها فعلا تكون موجودة على التايلاين لو لا. شفتها؟ اذا هي فعلا موجودة هاي التراكيز على التاي لاين. إذا التاي لاين الرسم مالته صحيح، لأن من شروط التاي لاين بالنسبة للثري كومبوننت لازم النقطة الخاصة بالتراكيز الأساسية اللي حضرتها تكون موجودة على التاي لاين. Not for the upper layer represent mostly water with little chlorophyll. هنا ده يوضح نقطة، احنا قلنا الأبر لاير هي طبقة تشمل الواتر مع الأسيتيك أسيد فقط،
فده يوضح انه اكو كمية كلش قليلة من الكلوروفورم تكون موجودة بالابر لاير، لكن هذه الكمية تهمل، يعني هو بي يعني بي partial miscibility with water. فاذا اكو كمية قليلة من الكلوروفورم تكون موجودة بالطبقة الاكويس لاير لكن تهمل، فاحنا طبقة الاكويس لاير راح نعتبرها تتكون من واتر واسيد فقط. For the lower layer represent mostly chloroform with little water, this layer represent chloroform layer. أيضا الطبقة اللور لاير اللي هي طبقة الكلوروفورم هي بالأساس كلوروفورم أند أسيتيك أسيد. لكن بها كمية قليلة من الواتر مثل ما قلنا بسبب البارشال مصبرتي، وهاي الكمية تهمل. السبيسيفيك جرافيتي للكلوروفورم 1.4، لهذا هو يكون باللور لاير لأن الدنسيتي مال الكلوروفورم أعلى من الواتر، وبالنسبة للأسيتيك أسيد 1.009 نعتبرها تقريبا واحد. The specific gravity شنو نستفاد منها؟ نستفاد منها من أريد أشتغل بالمختبر، أريد أحول الوزن حتى تطلع لي إيش قد الحجم. Now, thank you for listening. إذا عنده سؤال أو استفسار عن المختبر